عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. بحال ديما اليوم ان شاء الله ونزولا عن طلب بزاف ديال الناس طلبوا مني الوصفه ديال هاد الدسام بعد ما شاركته في ستوريات عندي في الصفحه ديالي في انستغرام. فجوني بزاف ديال الطلبات، الناس بغوا الوصفه ديال هاد الدسام هذا حيت عجبهم المنظر ديالو، الشكل ديالو، حتى القوام الكريمي ديالو. اليوم ان شاء الله وصفه ديال دسام من ألد واحسن انواع الدسام اللي غادي تجربوا في حياتكم. كي جا رائع دسام الضيافه، جايين عندكم ناس عندكم عرضة تقدموه من وراء الوجبة الرئيسية كدسير سواء في الغداء أو في العشاء، كيجي رائع. دسير اليوم إن شاء الله هو عبارة على دسير كيجمع ثلاثة ديال الوصفات ما بين فلان وموس شوكولا وكريم شوكولا. كيجي كي كتشوفوا كريمي كريمي بالجهد وبنين ولذيذ بزاف. كيجي القوام ديالو كيف ما سبق لي وذكرت ما بين الفلون ما بين الكريم شوكولا دسير وما بين الموس وشوكولا، رائع بالنكهه ديال الشوكولات وكذلك واحد الطاتش او النكهه ديال القهوه كابوتشينو. كيجي غزال لعشاق الكابوتشينو، لعشاق النكهه ديال القهوه ولعشاق الشوكولات والمذاق ديال الكاكاو. كيجي رائع، الشكل ديالو كيجي زوين، المذاق ديالو كيجي خطير، اما القوام فتقدروا تشوفوا في لا فيديو القوام ديالو كي كيكون كريمي 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 بالجهد، متاكده 100% اللي داقوا عندكم مستحيل ما يطلبش المكونات وطريقه التحضير حيت كيجي كيحمق شي حاجه اللي ما دايراش. بقوا معايا ان شاء الله حتى الاخير ديال الفيديو باش تشوفوا المكونات وطريقه تحضير ديسير الكاكاو والكابوتشينو. اول مرحله في تحضير الوصفه ديال هاد الديسير ديال اليوم ان شاء الله هي لا ميزون بلاس ديال المواد والماتيريال باش غادي نخدم. فهنايا بالنسبه لهاد الديسير هذا غادي نحتاج ليه مول من قطر 22 سنتيم كيجي روان مع المكونات كامله اللي غادي نشارك معكم ان شاء الله. نتوما سواء كديروا المول يكون اطار او لا مول كيتحل من الجنب او لا يكون كاع دوك لي مول اللي كيكونوا مدورين عاديين ديال لاباج جينواز، اي مول دائري عندكم تقدروا تخدموا به ماشي مشكل، كيف ما يمكن لكم تخدموا باي نوع من انواع لي مول او لا اي شكل بغيتو. فشخصيا اليوم ان شاء الله غادي نخدم باطار، درت تحت منه اناء بلاطو، كديروا بلاطو ولا تبصيل شي حاجه تكون مستويه الا خدمتوا باطار، كديروا تحت منه شي بلاطو يكون مقاد. غادي ناخذ هذا الاطار هذا وغادي ندهنوه بطبقه خفيفه ديال زيت نباتيه. زيت نباتيه ملي كنقول زيت نباتيه سواء زيت العلفه ديال العنب ولا زيت لافوكا ولا زيت الكوك، لان الا خدمتوا بالزيت الروميه فملي تكونوا كتاكلوا هذا الدسير هذا ولا كتقدموه الناس كيكونوا كياكلوا فيه غادي يشموا فيه ديك الزفوره ديال الزيت الروميه، فمن الاحسن كتخدموا بزيت نباتيه. غادي ناخذ طريف ديال الفاصمه اولا الورق ديال الكوزينه، الورق ديال الخاص بالكوزينه، غادي نديرو في شويه ديال الزيت نباتيه، ندهن الجناب ديال هذا الاطار والقاع ديالو وغادي نلبس القاع ديالو بورق الطهي، ومن بعد غادي نخلي هذا المول على جنب باش نكمل مراحل التحضير. قديت المول خليته على جنب، غادي ندوز دابا باش نصوب المحلول فاش غادي نغطس البسكوي بودوار او لا ليدي فينغاز. عندي هنايا كميه ديال الحليب كامل الدسام، كتخدموا بحليب بارد ماشي مشكل، محتاجينش انكم تسخنوه. غادي نزيد فيه قياس معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان. بالنسبه ليا اختاريت انني نخدم بالقهوه سريعه الذوبان اللي كتكون على شكل نسبريسو، كتكون بودر ماشي بحال القهوه العاديه. هي هذه كاينه هذه اللي كتكون كريميه نسبريسو كريميه، كاينه في السوق كشخصي كنشريها من كارفور، وكاينه العاديه اللي كتكون ليوفيليزي اللي كتكون على شكل حبيبات هي هذه. فانتوما عندكم هذه اللي كتكون على شكل حبيبات خدموا بها، عندكم هذيك الاخرى اللي كتكون هكذاك بودر بحال الدقيق خدموا بها. شخصيا خدمت بهذيك ديال نسبريسو اللي كتكون بحال الدقيق حيت المذاق ديالها كيجي بنين، فيه المذاق ديال نسبريسو اللي كتكون معصوره. نتوما كيرجع لكم خديت قياس معلقه صغيره درتها في هذاك الحليب، غادي نحركها واحد شويه باش يلاه تذوب ونخلي الحليب مع القهوه على جنب حتى كيذوبوا بيد ما نوجد الفلون اولا الديسير. غادي ندوز دابا للتحضير ديال الديسير.
في كاس ديال العصير أو لا في عصارة فاش طحنوا العصير، غادي نحتاج قياس 180 غرام ديال جبن الماسكاربون. جبن الماسكاربون من أحسن أنواع الأجبان الإيطالية. شخصيا كنخدم بماركة زانيتي، ماسكاربون هو اللي كيتصوب به الديسير ديال تيراميسو. عندكم الماسكاربون كان أحسن، الطعم ديالو محايد وكيكون بنين وكيزيد مذاق غزال هذا الديسير. هذا ما عندكمش تقدروا تعوضوه بالجبن كريمي سواء فيلادلفيا أو لا بريزيدون ليفير. يعني الا ما عندكمش ماسكاربون البديل ديالو هو الجبن الكريمي من الاحسن. جبلي اولا دوك الاجبال اللي تيكونوا ميهين بزاف ما عندكمش ما ديروا بهم، الحاجه اللي فيها الماء بزاف ما عندكمش ما ديروا بها. 180 غرام ديال جبن الماسكاربون غادي نزيد عليها قياس اطرو و100 غرام ديال الحليب. شخصيا غادي نزيد غير نص كميه الحليب غير باش نطحن هاد المكونات هادو، وغادي نخلي داكشي اللي بقى ديال الحليب حتى البلاتي. غادي نزيد مع هاد المكونات هادو قياس 85 غرام ديال النشا اولا مايزينا. كتخدموا بالنشا ديال الرز اولا مايزينا ماشي مشكل. وهنا عندي الفلون ديال الكابوتشينو. الفلون ديال الكابوتشينو بالنكهه ديال الكابوتشينو موجود في السوق مرجان كارفور عند مولي الحوان، الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات كاين في المغرب على برا المغرب. يعني فلون بالنكهه ديال القهوه سواء بالنكهه ديال الكابوتشينو او النكهه ديال الاسبريسو، يقدر تلقاو النكهه ديال الاسبريسو حتى هي خدموا بها ماشي مشكل. توفرتوا على هذا الفلون ديال الكابوتشينو او الاسبريسو كان احسن، كيعطي مذاق ديال القهوه غزال لهذا الديسير. ما توفرتوش عليه تقدروا في بلاصتو تخدموا بالفلون ديال الشكلاط العادي، وكتزيدوا معاه قياس معلقه كبيره ما تكونش عامره بزاف ديال القهوه سريعه الذوبان. كنعطيكم البدائل باش الا ما لقيتوش هذه الحاجه تعرفوا باش تبدلوها. هنايا هي هذه هي القهوه اللي قلت لكم كتزيدوا معلقه كبيره ما تكونش عامره مع الفلون ديال الشكلاط، ولا توفرتوا على هذا كان احسن. حاجتكم هنايا بقياس ساشي ديال الفلون من وزن 55 غرام بالنكهه ديال الكابوتشينو اولا نسبريسو. غادي نزيد هذا الساشي على هاد المكونات كاملهم، وغادي نزيد قياس 70 غرام ديال الكاكاو. الكاكاو باش تخدموا يكون كاكاو مر خاص بالحلويات ما يكونش فيه سكر، ردوا البال لهاد النقطه هادي. وغادي نزيد قياس ما بين 60 حتى ل 70 غرام ديال السكر. شخصيا خدمت بالسكر الاشقر، الا ما عندكمش هاد لاكاسونات تقدروا تعوضوه بالسكر سنيده وردوا البال. انا خدمت بفلون فيه السكر، الا نتوما خدمتوا بفلون اللي مسوس نتوما كتحكموا في الكميه ديال السكر. وهنا زدت قبصه ديال الملحه. الناس اللي غادي يعوضوا جبن الماسكاربون بالجبن الكريمي محتاجينش انكم تزيدوا قبصه ديال الملح، لان الجبن الكريمي كيكون مالح. غادي ناخذ هاد المكونات كاملهم ونطحنهم مزيان في هاد الكاس ديال العصاره باش ما يبقى فيهم لا تكتلات لا حتى شي حاجه. وغادي نصفي الخليط في طنجره تكون شويه عريضه واسعه. غادي نزيد الكميه اللي بقات لي ديال الحليب، كنذكر انني خدمت بيترو و100 غرام ديال الحليب. وغادي نزيد مع الحليب قياس 400 مليلتر او 400 غرام ديال القشده الطريه الخاصه بالحلويات، نوع ممتاز. شخصيا كنخدم سوا بريزيدون سوا اليفير، نتوما كتخدموا بالنوعيه اللي بغيتو على حسب. اهم حاجه تكون خاصه بالحلويات ونوع زوين. خلطت المكونات مع بعضياتهم، غادي ناخذ الطنجره نديرها على عافيه تكون مهيله، ونبقى كنطيب في هذا الديسير هذا على عافيه مهيله وما نزقاش من التحراك حتى يبدا الخليط كيعقد وكيتقال. غادي ندوز باش نهضر لكم دابا على البسكوي باش غادي نطعم هاد الديسير هذا اللي هو ليدي فينغرز او لا بسكوي بودوار او لا بسكوي شارلوت. عطى الله الاسماء كتختلف، ولكن هو راه نفس البسكوي معروف في السوق. شخصيا سبق لي وشاركت معكم طريقه تحضير هاد البسكوي بودوار في الدار في فيديو بوش تيراميسو. الناس اللي بغاو يشوفوا طريقه التحضير ديالو كتدخلوا اليوتيوب كتكتبوا بوش تيراميسو شي هو الدار المخزن، وغادي يطلع لكم الفيديو تقدروا تصاوبوه في الدار كيف ما يمكن لكم تشريوه من على برا. موجود في المحلات التجاريه، الثمن ديالو جد مناسب ما غالي ما حتى شي حاجه. بالنسبه للديسير هنا بدا كيعقد، كتحسوا بالاضطراب اليدوي بدا كيتقال في يديكم. في هذه المرحله الديسير بدا كيدخلوا الطياب، وفي هذه المرحله هذه كتزيدوا اخر مكون اللي هو الشكلاط الاسود. غادي نزيد قياس 200 غرام ديال الشكلاط الاسود، 70% كاكاو مر خاص بال حلويات. ما يكونش حلو الله يعطيكم ستر باش تشدوا العبارات بالضبط. كتزيدوا الشكلاط يكون من نوع زوين من الاحسن. نوعيه الشكلاط كتلعب دور باش ما كان الشكلاط مزيان باش ما الديسير كيجي المذاق ديالو كيحمق. غادي نزيد الكميه ديال الشكلاط، ودائما على عافيه مهيله. غادي نبقى كنحرك ونكمل طياب لهذا الديسير هذا حتى يزيد عقاد اكثر من هكذا.
صلاة عنبي الديسير طاب باش كتعرفوه طاب كيتقال كيعقاد وكيبدا كيغلى كتطلعوا الغليه كيبدا كيغلى ديال بصح ماشي غير شويه كتشوفوا راه كيغلى مزيان وتقال ما بقاش خفيف كي كان في هذه المرحله كتاكدوا انه طاب 100% الصلاة عنبي في هذه المرحله غادي نطفي البوطه على الديسير وغادي ندوز باش نخويه في المول اللي سبق ليه بالطنطو بورق الطهي باش يجيني الديمولاج ديال الديسير من بعد سهل درت نص الكميه ديال الديسير في هذه المرحله كتخدموا بالزربه وكتخفوا يديكم لانه الديسير دغيا كيشد راسو غادي ناخذ البسكوي وغادي نبدا كنغطس فيه في المحلول ديال الحليب والقهوه كتغطسوا الحبه ديال البسكوي وكتهزوها في البلاصه ما تخليوهش مغطوس في الحليب بزاف باش ما يجيش هكذا كميه بلا قياس كي كتغطسوا الحبه كتهزوها وكتبداو كتستفوا في الوجه ديال هذاك الديسير كتحاولوا انكم تغطيو ليه الوجه ديالو بالبسكوي حتى كتساليوا الكميه الا بان لكم فراغات كتقطعوا طريفات ديال البسكوي كتقدوهم في هاد المرحله هذه ملي كنغطي الوجه ديال الديسير غادي نزيد الكميه اللي بقات ليا نغطي بها هذاك البسكوي كما قلت لكم الكميه اللي عطيتكم كتجي نيشان مع القياس ديال مول من قطر 22 سنتيم كيجيكم هو هذاك ونيشان كي كتخويو الخليط ديال الديسير كتغطيو ليه الوجه ديالو بفيلم اليمونتير وهو باقي سخون كتغطيو الديسير اون كونتاكت يعني الفيلم خاصو يقيس الوجه ديال الديسير باش ما يديرش واحد القشره اللي كتكون خايبه وقيت الماكله كديرونجي وكتجي ما تجيش مزيانه غطيت الوجه ديال الديسير بفيلم اليمونتير اون كونتاكت غادي نخليه في الكوزينه حتى كيبرد تماما وكياخذ درجه حراره المطبخ من بعد غادي ناخذ الديسير نديرو في الثلاجه ونخليه يبات ليله كامله حتى لغد ليه من بعد ما دوز الديسير ليله في الثلاجه كيجي الشكل ديالو هكذا كيشد راسو غادي ناخذ موس ونحاول انني نقلع غير هذوك الجناب اللي كيكونوا من الفوق باش منين نبغي نديمولي الديسير في التبصيل ديال التقديم يجيني سهل وكتقلبوها عادي كيديمولا بشكل سريع وغادي ندوز دابا للتزيين ديال الفلان شخصيا غادي نزينو بشويه ديال اللوز مفسخ محمر في الفران ومهرمش رقيق غادي ندور الباندا ديالو كاملها بهذا اللوز هذا نتوما كتزينوه بطبيعه الحال بالطريقه اللي بغيتو على حسب الذوق ديالكم من بعد ما زينت ليه الباندا كاملها باللوز غادي ناخذ هنايا قياس واحد 3 المعالقات صغار عامرين ديال الكاكاو الخاص بالحلويات ونسمهم معلقه صغيره ديال القهوه اسبريسو سريعه التحضير هذيك نيت اللي درت في الحليب هي اللي غادي نسم بها الكاكاو غادي نخلط المكونات مزيان مع بعضياتهم وغادي نغبر بهم الوجه ديال هاد الديسير هذا بطبقه تكون مزيانه ديال هاد الكاكاو اللي منسم بالقهوه ومن فوق هذيك الطبقه ديال الكاكاو كندير حبات ديال الشكلاط على شكل حبيبات ديال القهوه بحال غابيل على انه هذا الديسير هذا راه فيه النكهه ديال القهوه دوك الحبات ديال القهوه لبست لهم شويه ديال الورق ديال الذهب وكتقدموه بالصحه والراحه بارد رائع 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 كيجي شي حاجه الفن تيجي الخوار غزال غزال من بعد الوجبات الرئيسيه كديسير قدموه كديسير بارد كيجي كيحمق المذاق تيجي رائع ما بين الشكلاط الكاكاو والكابوتشينو مع الاسبريسو القهوه مع الشكلاط كيجي خطير مع ديك التاتش ديال اللوز مع كاع دوك المكونات اما الماسكاربون كيعطيه واحد المذاق خطير كي تشوفوا كيجي كريمي كريمي لواحد الدرجه مستحيل يقبلها العقل كريمي بزاف بزاف غزال اللي قدمتو له هاد الديسير هذا كونوا على يقين سابع المستحيلات يخرج من عندكم بلا ما يشد الوصفه ديالو كيجي غزال وهداك البسكوي من الداخل تيجي ارطب وفتي وبنين وكيزيد واحد المذاق زوين لهاد الديسير هذا نتمنى من الناس اللي غادي يجربوا هاد الوصفه ردوا عليا الخبر في التعليق كيفاش كانت النتيجه رغم انني متاكده مليار في المئه نهار جربوا هاد الديسير هذا غترحموا لي عليه الوالدين وغادي يولي عندكم معتمد سواء في الصيف او لا في الشتوى رائع بامتياز نتمنى من الناس اللي غادي يجربوا هذه الوصفه بعثوا لي بالتطبيقات ديالكم كيف ما جرت العاده في الصفحه ديالي في الانستغرام باش نشاركها في ستوريات ديسير فاخر بامتياز كريمي بنين وكيحمق غزال ما بقى لي نقول لكم صحه وراحه الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تخلوش عليا باللايك لي كومونتير الناس ما مشاركينش معايا في القناه مرحبا بكم ما تنساوش تفعلوا جرس الانذار باش يوصلكم جديد كل مره ندير فيها فيديو في يوتيوب الناس اللي ديجا مشاركين معايا الف شكر وتقدير نتلاقى فيكم ان شاء الله في الفيديو الجاي على بروشين تشاو